هلا فيكم بهذا الفيديو. انا حاشرح حول الروبوت الدوائي يلي نحن طورناه ويلي بيحوي على ميزة جديدة، هي ميزة الميموري او الذاكرة. فعلى حسب انت المعلومات يلي بتعطيها للروبوت حيفهم المعلومات هي ويتفاعل معك بناء على هالشي هذا. فحورجيكم كيف حتتفاعلوا مع الروبوت الدوائي. بالبداية طبعا بدك تعمل تسجيل دخول للأكاونت تبعك على موقعنا الدوائي، بعدين طبعا حيظهر عندك هاي الأيقونة ووقت تضغط عليها فيك بقى تبدأ بطرح الأسئلة الدوائية. مثلا حورجيكم هون ميزة الميموري كيف هو بيقدر يتذكر المعلومات. أنا طرحت عليه هلا هون معلومة، قلت انه مثلا انا شاب اشكو من الامساك وارغب في معرفة انسب علاج لي. فهو سألك هل في عندك اي علاجات؟ لم استخدم اي علاج. تمام. هلا هون هو طرح علي سؤال، هل انت بدك علاج دوائي ولا تغيير بنمط حياتك؟ افضل علاج دوائي لاني عانيت من الامساك من اسبوعين ولم تخف الحاله. طبعا هو داعم لجميع اللغات سواء العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه او حتى الالمانيه. فعم يقول لي هون هل عندك اي حساسيه تجاه ادويه معينه؟ اوكي، ليس عندي اي حساسية. بس هلا هون حورجيكم ميزة الميموري كيف تشتغل. طبعا هو اعطاني بعض الامثلة عن الادوية. هلا ما هو اسمي وما هي المشكلة المرضية التي أعاني منها؟ هلا مثل ما لكم ملاحظين حط لي اسمي بشكل صحيح والمشكلة المرضية اللي عم عاني منها. كم استمر الإمساك عندي؟ هلا أنا قلت له فوق أسبوعين، هون قلت له أنا عانيت من الإمساك لمدة أسبوعين. فشايفين الروبوت المطور هذا ذكي، الاصدار الثاني منه وبيحوي على ميزات الميموري. فعلى حسب انت الانفورميشن اللي حتعطيها يرد عليك وفق لهالمعلومات هي. اوكي، ما دام انت يعني عم تتفاعل معه عم تساله الاسئله اللي موجوده ضمن النافذه هي تبع الشات. اوكي، طبعا بالنسبه للغه الانجليزيه مثل ما قلنا هو داعمها. فمثلا What are the medications that can be used safely for constipation in pregnancy؟ أدوية الإمساك الآمنة بالحمل. أوكي، فطبعا هون كمان داعم للإنجليزية مثل ما أنت شايف. طبعا حيعطينا المعلومات هي. اوكي، ف الروبوت الدوائي هذا الاصدار الثاني منه مثل ما قلنا فيه ميزه الذاكره كثير حيكون مفيد لك. الاصدار الاول ما كان فيه ميزه الذاكره، ف يلي هو مهتم بالاصدار الثاني فيه هو يعني يعمل حساب على الموقع تبعنا لحتى يعني يستفيد من الميزة الجديدة، ميزة الميموري أو الذاكرة ضمن الروبوت الدوائي فارماين بوت.
فإذا أنت ما كان عندك حساب فيك تضغط على الزر الأخضر لحتى يعني تعمل حساب على موقعنا وتستفيد من ميزة الذاكرة على الروبوت الدوائي المطور. فبتمنى طبعا من جميع الأطباء والسعادة والمريضين اللي هن مسجلين معنا يستفيدوا من هذا الروبوت الدوائي، وأكيد لسه نحن مستمرين أكثر بتطويره وإضافة المزيد من الميزات له. أوكي okay.